بسم الله. بالنسبة الموضوع مرتبط. بالنسبة للثريدز، احنا دلوقتي اتكلمنا على البروسيس وعرفنا يعني ايه بروسيس ويعني ايه اوبريشن على البروسيس، على البروسيس، وعرفنا ازاي بنعمل انتر بروسيس كوميونيكيشن، عرفنا اكتر من تكنيك. بالنسبه للثريدز احنا محتاجين الثريدز في ايه؟ احنا عندنا بروسيس، هيقول لك طب عرفني ايه هي الثريدز الاول. فاكرين كده احنا قلنا الثريدز هي ايه؟ ايه مكونات البروسيس؟ مكونات او الحاجات اللي موجوده في البي سي بي بتاعتها. كان عندنا حاجه اسمها ريجسترز وبروجرام كاونتر. ده البروجرام كاونتر ده هو المهم جدا، هو اللي هيفهمنا يعني ايه بروسيس. كان عندنا في البروسيس اللي هي سنجل ثريد، كان عندنا كاونتر واحد بس. يعني ايه؟ يعني الاوامر اللي في البروسيس ديت في اندكس واحد ماشي عليه، انما الثريدز كل بروسيس عندها اكتر من ايه؟ من بروجرام كاونتر. البروجرام كاونتر الواحد دوت هو الايه؟ الثريد. طب هو ايه لازمه ده؟ ايه لازمه الكلام ده؟ ايه لازمه ان احنا نعمل اكتر من بروسيس كاونتر في نفس الوقت؟ هتقول لي عشان رن اكتر من كود في نفس الوقت، صح؟ طب لو عندي سنجل بروسيسور واحد بس، هيبقى في اهميه ان انا يكون عندي اكتر من بروجرام كاونتر؟ هو في السنجل كود عشان اعمل مالتي تاسكينج سنجل بروسيسور عشان اعمل مالتي تاسكينج، ايه اللي بيحصل؟ بوقف واحده واشغل الثانيه، تمام؟ طب انا لو عندي نفس النظام دوت اللي هو سنجل بروسيسور ومالتي تاسكينج، والبروسيس الواحده بقى فيها اكتر من بروجرام كاونتر، ايه اللي هيحصل؟ برضه هينفذ بروسيس واشغل الثانيه، صح؟ بس البروسيس اللي انا هشغلها في المره اللي هي عندها مالتي كاونتر، في كل مره هشغل مين؟ واحد كاونتر واحد منهم بس. كلام ملوش قيمه، صح؟ تمام. امتى تظهر بقى اهميه الثريدز؟ بتظهر اهميتها جدا على فكره، هي ممكن يبقى ليها اهميه في الثاني برضه بس مش واضحه قوي. هتوضح قوي لو البروسيسور سريع جدا. لو البروسيسور سريع جدا هتبقى واضحه اللي هو عندنا اكتر من ثريد في نفس الايه؟ البروسيس. لكن لو البروسيسور مش سريع جدا هيبقى زي قلتهم، تمام؟ طيب حد يقول لي طب واحنا نعمل اكتر من ثريد ليه؟ طب ما احنا الكود او البروسيس اللي فيها مجموعه من الانستراكشنز مختلفه عن بعضيها عاوزين ننفذها في نفس الوقت، نعملهم ايه؟ اكتر من بروسيس، صح كلام؟ صح ولا غلط؟ تاني، بدل ما نعمل بروسيس واحده فيها اكتر من ثريد، نعمل الكود اللي احنا كنا هنقسمه للثريدز دوت في اكتر من بروسيس. كل بروسيس، برافو عليك يا اسراء، هو ده اللي انا عاوز اوصل له. الكلام ده فعلا احنا ممكن ما نحتاجش للثريدز، ولو الكود في حاجات ينفع تشتغل اندبندنت عن بعض، يعني كل وظيفه غير الثانيه. مثلا وانت مشغل الوورد وانت بتكتب، ممكن هتلاقي مثلا لو كتبت كلمه غلط هيعمل لك ايه؟ تحتيها علامه حمراء او خط احمر متعرج كده. لو كتبت جرامر غلط خط اخضر، تمام؟ هو اللي بيعمل ديت هو اللي بيعمل الثانيه؟ لا، مختلفين. ديت ثريد وديت ثريد ثانيه. طب ما تعمل دي بروسيس ودي بروسيس ثانيه. في مشكله قالتها لنا اسراء، البروسيس دي عشان اكريتها في حد ذاتها بتتعب الاوبريتنج سيستم. ليه؟ عشان الاوبريتنج سيستم يكاري البروسيس هيحجز لها ميموري، والميموري ديت متكونه من اجزاء، تمام؟
طب وانا اعمل كده ليه؟ ما هم كلهم شغالين في نفس البروسيس. يبقى فكره الثريدز اللي انا هعمل انترنال شيرنج من غير ما اعمل كرييت لبروسيس جديده. انا لو عملت الكلام ده على اكتر من بروسيس، كل بروسيس هيتحط لها ميموري بكل مكوناتها، وعشان اعمل شيرنج بينهم هرجع بقى اكود الكلام بتاع ايه؟ انتر بروسيس كوميونيكيشن. طب انا اعمل كده ليه؟ هنا بقى مش هعمل كده. في الثريدز هعمل اكتر من بروجرام كاونتر او اكتر من ثريد، تمام؟ وهم باي ديفولت بيقدروا يشيروا الميموري بتاعت مين؟ البروسيس الام بتاعتهم. عشان كده بيسموا الثريدز ايه؟ لايت او ال دبليو بي، لايت ويت بروسيس، يعني بروسيس ايه؟ صغيره خفيفه. فهمتوا الفكره؟ هي دي فكره البروسيس. طيب نشوف مشكله كده نفهم الكلام ده اكتر. في حاجه اسمها كلاينت سيرفر ريكويست. لو عندك سيرفر والسيرفر ده عليه موقع وفي ناس بتاكسس السيرفر دوت، انتوا الموقع بتاعي، عشان لما انتوا تفتحوه مثلا مينا بيدخل على الموقع فبيسال السيرفر يروح باعت له الصفحه الاولانيه، وبعد كده اللي جنبه هيدخل على الموقع برضه هيفتح له الصفحه، وهكذا كل واحد هيعمل ريكويست السيرفر هيفتح له الصفحه. طب هو بيعمل كده ازاي؟ قدامه حلين، يا كل واحد يعمل ريكويست يعمل له بروسيس عنده، وكده طبعا هيطلع عينه السيرفر هيتعب جدا، صح؟ كل واحد هيعمل كونكشن عليه، هيفتح له مساحه في الميموري وليها ستاك ومش عارف ايه وهكذا، القصه دي صح؟ يبقى مش عاوزين نعمل بروسيس للريكوست دي. فاحنا بنعمل بروسيس واحده وكل واحد هيعمل كونكشن هنعمل له ثريد. تمام كده؟ فدي حل مثلا. فدي مشكله والحل بتاعها شفنا كده ثريد. طيب اهو دي رسمه الفرق بين السنجل ثريدد بروسيس والمالتي ثريدد بروسيس. السنجل ثريدد اهو عندنا كود وداتا وفايلز وريجستر وستاك. هنا بقى عندنا ايه؟ ثريد. حد هيقول لي ايه ده، هو احنا هنقسم الداتا والفايل وبتاع؟ لا، كل دول في مكان واحد، لكن في حته منه من المكان دوت بتستخدمه الثريد الاولانيه، وحته بتستخدمه الثريد الثانيه، وحته بتستخدمه الثريد الثالثه. لكن الثلاثه اللي فوق دول مش ميموري مختلفه، دول كلها نفس الميموري بتاعت مين؟ نفس البروسيس. تمام كده؟ كل مثلا بالنسبه للفايل للتكست اللي هي مش مكتوب هنا تكست، بس التكست هيبقى كل واحد ليه حته فعلا اللي هي بتاعت الكود بتاعته. وبما ان في لوكال فاريبل ودوت هيأكسسها على انستراكشن معينه، يبقى هو ده هيأكسس الانستراكشن اللوكال فاريبل واحده بس هم كلهم شايفين نفس الميموري، مش كل واحد حاجز له حته منها. طيب دوت بالنسبه للمالتي ثريد. الفايده من الكلام دوت، الفايده من الثريدز، بدل ما كنا بنشتغل بروسيسز بس هنشتغل بثريدز. ايه الفرق بقى؟ اول حاجه الريسورس شيرنج، تمام؟ دلوقتي هنعمل شيرنج بين الريسورسز من غير ما نعمل ايه؟ بروسيس جديد. تاني حاجه الايكونومي، ما هي طالعه منها برضه نفس القصه. يعني ايه ايكونومي؟ بدل ما تحجز ميموري لكل بروسيس هتحجز ايه؟ ميموري واحده. السكيلابيلتي، ودي اهم حاجه بقى. لو انت عندك بروسيسور فيه اكتر من كور او عندك اكتر من بروسيسور على نفس الجهاز هتقدر تستخدمهم في نفس الوقت، تمام؟ الثريدز دي كل، يعني البرنامج الواحد هيكون شغال على ايه؟ على اكتر من بروسيسور في نفس الوقت، برنامج واحد، لان هو عنده ثريدز، كل ثريد يشتغل في بروسيسور، تمام؟ الحته الاولانيه ديت الريسبونسيف معناها ايه؟ انت دلوقتي لو عندك برنامج وانت عملت مثلا هتدوس على كليك على البرنامج، صح؟ لو البرنامج ده الكود بتاعه تقيل جدا وشغال على سنجل بروسيسور، لما تدوس كليك ايه اللي هيحصل؟ ممكن ياخد شويه كده قبل ما يعمل الكليك دي بتعمل ايه. انما لو الكود بتاع البرنامج دوت موجود في اكتر من ثريد يبقى شغال على اكتر من ايه؟
من بروسيسور. كلمه ريسبونسيف معناها الموضوع هيبقى اسرع، هي ريسبونس اعلى. يعني لما انده واحد يا مينا يروح ايوه تمام، مش مثلا اقول يا عبد المولى. حاضر عبد المولى، حاضر تمام، الله ينور، انت شغال بالستريتز عبد المولى. تمام كده فهمت الفكره؟ كفايه. نلتقيكم الحلقه القادمه.